المتابعة تحية، المتابعة تحية، المتابعة تحية، المتابعة تحية، النضال والصمود الشهداء ولدي ماء الشهداء، ولدي ماء الشهداء، ولدي ماء الشهداء، خلى وصية أجيلي، خلى وصية، لا تنازل على القضية، لا تنازل على القضية، لا تنازل على القضية، لا تنازل على القضية، معتقل خلى وصية، معتقل خلى وصية. سادة أساتذة مديريتي طنجة أصيلة وفاس أنجرة شكلا نضاليا من أمام محكمة الاستئناف بطنجة استجابة وتلبية لنداء المجلس الوطني الذي دعا لإضراب عن العمل يوم الاثنين ووقفات احتجاجية أمام محاكم مختلف مدن المملكة تزامنا مع مثول مجموعة من الزملاء والزميلات أمام أنظار محكمة الاستئناف بالرباط، حيث تم عرض اليوم 45 أستاذا أمام أنظار هذه المحكمة في إطار شوط آخر من أشواط المتابعات والملاحقات السورية التي تطال خيرة مناضلي ومناضلات التنسيقية الوطنية لكبح جماحهم وثنيهم عن مواصلة النضال من أجل حماية هذا المرفق العمومي والدفاع عن الحق في وظيفة عمومية قارة تضمن الكرامة لمختلف الشغيلة التعليمية. أيضا تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية طبعا استكمالا للبرنامج النضالي أو البرامج النضالية أو الملحمة البطولية التي تخوضها التنسيقية الوطني الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد منذ ما يناهز 4 سنوات من أجل المطالب الحق الدستوري في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والقطع مع هذا النمط الجديد من التصوديف بالتعاقد وتحية. حقيقة الدخول المدرسي لا يخفى على أحد، يعني أجواء الدخول المدرسي فالارتباك كان هو السمة البارزة في هذا الدخول المدرسي، حيث أنه لحدود اليوم هناك مجموعة من التلاميذ خصوصا الوافدين من القرى والمدن الأخرى لم يلتحقوا بحجرة الدرس نظرا لعدم وجود مقاعد وأماكن لكي يتابع هؤلاء التلاميذ دراستهم. هذا نموذج أو هذا المثال البسيط فقط ينسف كل شعارات الوزارة التي ترفعها وتتغنى بتكافؤ الفرص وتجويد هذه الخدمة العمومية والشعار الجودة الذي رفع هذا السنة. المطالب اولا هو وقف هذه المتابعات البوليسيه وهذه الملاحقات القضائيه التي تطال مناضلي التنسيقيه الوطنيه، البراءه لكل المتابعين بجميع الافواج بجميع الفئات التي الان تستنزف نفسيا وماديا وجسديا في رداءة المحاكم. هذا مطلب يعني مستعجل. وثانيا طبعا هو المطالب هو الملف المطلبي الاساسي والادماج في اسلاك الوظيفه العموميه واسقاط مخطط التعاقد. طبعا الملف المطلبي فيه مطالب اخرى جزئيه يعني مسطره سطرها المجلس الوطني والوزاره لها درايه بها. هذه المطالب كلها تصب في مصلحه الشغيله اولا وكذلك مصلحه التلميذ ثانيا. اربعه خمسه